والجو اصلا محدش فاهم له، بس عمال يتقلب. هو بيقول ان هاي بره تاني، لسه هقول كده. الجو احنا شايفين الايام اللي فاتت يبدو خلاص ان الصيف جه، درجات الحراره مرتفعه جدا، يمكن بتساوى مع درجات الحراره في فصل الصيف، لكن نشوف هل متوقع دلوقتي انه درجات الحراره تنخفض تاني، ولا خلاص كده الناس تبقى تطمن وتلبس اللبس الخفيف، واحنا داخلين على اجازات كمان الناس اللي هتسافر تبقى عامله حسابها ازاي. معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم. صباح الفل، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضراتكم طيبين وبخير، وكل المصريين بخير. حضرتك طيبه، واحنا الحقيقه مش فاهمين الجو، لكن احنا خلاص اقتنعنا ان الصيف جه، لكن احنا يعني شايفين او سامعين ان حضراتكم بتنوهوا انه يحصل انخفاض تاني، فده هيحصل امتى؟ وتنصحينا بايه في فتره الاجازه للناس اللي هتسافر، اللي يعني هتبقى محتاجه تاخد بالها يعني؟ أول حاجة لسه بدري جدا على فصل الصيف، هو بالفعل الأيام الماضية كان فيها ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، الناس كلها حست إن فصل الصيف خلاص جه وارتفاع قيم درجات الحرارة مكمل معانا، وكانت قيم درجات الحرارة بالفعل أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ5 درجات، لكن دي طبيعة فصل الربيع دايما إن بيحصل تغير في الحالة الجوية من يوم للتاني، أيام بيكون فيها ارتفاعات، أيام بيكون فيها انخفاضات، حتى أحيانا اليوم الواحد بنلاقي ارتفاع فترة النهار انخفاض فترات الليل، عشان كده احنا بنأكد على عدم ارتداء الملابس الصيفية في الوقت ده من السنة، تجنبا طبعا لنزلات البرد، خاصة إن احنا اعتبارا من اليوم قيم درجات الحرارة هتبدأ تنخفض، الأجواء الأقرب للأجواء الشتوية هتعود تاني فترات الليل بشكل كبير، عندنا انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم بمعدل 3 لـ4 درجات عن الأيام الماضية، وعظمى على القاهرة الكبرى هتكون 27 درجة مئوية في فترة النهار. الانخفاض ده هيكون في معظم المحافظات الشمالية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لشمال الصعيد للسواحل الشمالية، ومع غدا الأحد إن شاء الله مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة في كافة المحافظات، وهيستمر معانا الانخفاض ده لحد نهاية الأسبوع. يعني احنا متوقع مع فترة الأجازة وفترة الأعياد ان العظمى على انخفاض قيم درجات الحرارة، وعظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و 26 درجة مئوية، وده يعتبر المعدل الطبيعي او اقل كمان من المعدل. فترات الليل الأجواء فيها ترجع تاني أجواء مائلة للبرودة على مدار هذا الأسبوع كله، خاصة في وقت الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن كمان مع فترة المساء وساعات الليل هيكون في نشاط لرياح في معظم المحافظات غير مثير لأي رمال وأتربة الحمد لله، لكن هيحسسنا بالبرودة ويحسسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، بالإضافة كمان عودة فرص الأمطار، يمكن اليوم هتكون أمطار خفيفة، لكن مع يوم الاثنين والثلاث كميات الأمطار تزيد وتشمل أغلب محافظات شمال البلاد، ونكملها معانا الأربع والخميس لكن بكميات أقل إن شاء الله. فهو الأسبوع ده أسبوع ربيع كده أقرب أجواء للأجواء الشتوية، فعشان كده بنأكد على كل السادة المواطنين ارتداء الملابس الخلفية أو الشتوية الخفيفة على مدار اليوم، وبلاش الملابس الصيفية حتى تستقر قيم درجات الحرارة، ونتابع النشرات الجوية بصورة يومية. تمام، يعني الناس اللي هتسافر في الأجازة دكتور تبقى عاملة حسابها ومعاها لبس تقيل أو شتوي، خصوصا لفترات الليل أو الصبح بدري طبعا زي ما حضرتك قلتي، ما ننخدعش في الارتفاعات اللي حصلت. بشكرك جدا يا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.